النهاردة علاقة حب وألفة وعشرة عمرها 36 سنة اللي جمعت ما بين عم وحيد أقدم حارس في حديقة الحيوان. تعالوا معانا نشوف مع عيلته التانية من الشمبانزي ونشوف حكايته مع أكل العيش. بوز بوز ينجي بوز بوز ينجي بوز أنا أول ما باجي الساعة 7 الصبح باجي بتمم على الحيوانات، لازم احركهم اشوف لو في حيوان تعبان، اعرف لو في حيوان بيكح او عطس او اي حاجه من دي. علاقتي مع الشمبانزي وانسان الغابه ان دول بقى حته، يعني بقول جزء تاني ليا او العيله التانيه ليا. صباح الخير يا انجي، عامله ايه؟ انا عندي هنا انجي 23 سنه، وعندي دودو داخل في 11 سنه 12 سنه. طبعا باجي اسلم عليهم الصبح والعب معاهم، طبعا هم بيلعبوا معايا وحب ده اولا، ولازم انا اكافئهم، اديهم اكل، اديهم كوبايه شاي، اديهم عصير، يعني منهم عصير في خلاط جوه، بنعمل عصير في الخلاط، تبقى حاجه كويسه لهم. وبخش مع البرنس العب مع البرنس، اسلم عليه، ساف يا برنس يا برنس يا برنس يا برنس يا برنس يا برنس يا برنس. بنقضي اليوم ده واقفين حراسه على الحيوان، بحيث لو حد يرمي اكل مش مطابق اكل الحيوان او زاير نط مع الصور، هي دي شغلتنا. انا برضه بحجز ان حد يرمي نط مع الصور في الصيف، برضه عايز نحميه بنحميه ميه، بياخد حمى. الحيوان ده لازم، يعني هو ده حته مننا لازم نراعيه، ولازم بعيني عليه، كان تعبان او في اي حاجه او بيشتكي من اي حاجه لازم انا اعرف كل حاجه. اسمع الحيوان والبني ادم الاثنين حكايتهم. اكتر موقف انا بحبه وانا برضه بتمم على جبهه القرود، شفتهم عاملين دايره كده، ايه الدايره الغريبه دي؟ لقيت في مولود وهم بيحتفلوا بالمولود ده. موقف الوحشه لما الاقي حيوان تعبان، موقف الوحشه لما الاقي حيوان فقدت حيوان مات، دي الحاجه اللي تحزن. اكل العيش بالنسبه لك ايه يا عم وحيد؟ اكل العيش اللي انا لازم احب الحيوان عشان ياكلني عيش. راضي عن شغلتك؟ رضا ان انا مرضي عن شغلتي، مرضي ان انا مثلا قاعد معاهم، مرضي حب زمايلي معايا، هو ده الرضا. وبالنسبه للرزق الحلال، بقف على الحيوان برضه ربنا بيرزقنا، بتبقى حاسس، بحس ان ليه طعم، ده رزق حلال، بيبقى حلال ليه طعم، وبحس ان انا يعني داخل على بيتي برزق حلال. تقول ايه لربنا؟ اقول لربنا ان هو رزقني بشغلانه حلوه، رزقني ان انا شغال مع اعز الناس ليا الحيوانات اللي انا براعيهم، واقول لربنا ان انا انعم عليا في الشغلانه دي، والحمد لله. شرب شاي؟ خليك شاي. انا مهنتي اللي انا كلاف براعي الحيوان جميله جدا متعبة في الأول، بس لما حاجة الحيوان يخلص لك ويحبك وأنت تحبه وتخلص له، تبقى حاجة كويسة جدا. ولادي أنا أتمنى إن هم يجي يشتغلوا الشغلانة بتاعتي.